بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نكمل موضوعنا بخصوص الفاندامنتال أو ميكانيكال فايبريشن أناليسيز، وهنستكمل النهاردة إن شاء الله رب العالمين في محاضرتنا الثانية بقية الانترودكشن للإنجينيرينج فايبريشن. هنشوف برضك بعض الموضوعات زي الكلاسيفيكيشن بتاع الفايبريشن، إيه السورسز بتاع الفايبريشن، إزاي بنعمل عملية التحليل بتاع الفايبريشن. نبدأ كده إن شاء الله مع بعض. بالنسبة للكلاسيفيكيشن بتاع الفايبريشن، قال لي إن الفايبريشن ممكن نعمل لها كلاسيفيكيشن بسيفرال طرق مختلفة، سيفرال ويز، طرق مختلفة كتيرة. فأنا ممكن أقسم الفايبريشن بتاعتي، هل هي فري ولا فورسد؟ يعني إيه فري فايبريشن؟ قال لي فري فايبريشن يبقى خلاص الجزء بيهتز بدون تأثير أي مؤسس، أي مؤثر خارجي، يعني مفيش عندي external force بتأثر لي على السيستم. طب امال الديستربنس اللي بيحصل الاولاني؟ ما هو ممكن فرصه تأثر الديستربنس، يعني خدت مطب على سبيل المثال بالعربيه، وبعد كده هي العربيه بتهتز بدون اي مؤثر خارجي، مش مطب تاني وتالت او الكلام ده. او مثلا اليويو على سبيل المثال شديته وسبته، هو يعمل ايه؟ بدا يتحرك تحت تاثير الديستربنس الاولاني، انما مفيش اي مؤثر خارجي او اي فورس بتاثر عليه اثناء عمليه الفايبريشن، تمام؟ او ان يكون يا اما فري فايبريشن او فورسد فايبريشن، الاولانيه بدون مؤثر خارجي او بدون فرصه خارجيه، يبقى في الحاله الثانيه السيستم هيبقى سبجكتد لاكسترنال فورسز، ماشي؟ زي مثلا ما بنقول ايه المرجحه، كل ما بتيجي عندك بتدي لها ايه؟ بتدي لها دفعه، والاكسترنال فورس ديت ممكن هتكون في اشكال مختلفه، يعني ده هنيجي هنشوفه بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي ندرس الفورسد فايبريشن. تصنيف ثاني او كلاسيفيكيشن ثاني، هل هي دامبد ولا اندامبد؟ يعني ايه دامبد؟ بيحصل لها اخماد ولا ما بيحصلهاش اخماد؟ الاندامبد فايبريشن يبقى مفترض ان الطاقه بتاع الفايبريشن ثابته، الانرجي مفيش اي فقد في الانرجي بتتم في بالنسبه للايه؟ للفايبريشن، يعني مفيش فقد في الانرجي ازاي؟ قال يعني مفيش مثلا احتكاك بين الاجزاء المتحركه، فبالتالي ده بيقلل لي او بيعمل لي اعاقه للحركه، ماشي؟ على سبيل المثال. اوكي، فده بعتبر ان هو اندامبد فايبريشن. المفروض ان اندامبد فايبريشن يبقى مستمره الى ما لا نهايه، الطاقه ما بتفناش خلاص، يعني بتتغير بين الصور المختلفه فمستمره الى ما لا نهايه. طب الدامبد فايبريشن، ده في فقد في الطاقه، يعني كانت مثلا الامبليتود بتاع الفايبريشن كان كبير ويبدا يقل تدريجيا لما لغايه ما ايه؟ ما يتلاشى الفايبريشن. زي مثلا مسطره لو انت حاططها كده على المكتب وعملت لها هزتها هزه جامده، خلاص بتبدا تهتز لما لغايه ما ايه؟ ما بتقف، اللي هو نتيجه فقد الايه؟ الانرجي من السيستم. ممكن برضك كلاسيفيكيشن ثالث ان احنا نقول السيستم بتاعي لينير او نون لينير. قال لي اللينير فايبريشن، يبقى الكومبوننت بتاع السيستم ده هو كلها بيحكمها حاجات او لها لينير ايكويشن، بيحكمها لينير ايكويشن، التصرف بتاعها لينير، ما فيش فيها اي مشاكل تماما. طيب طب النون لينير فايبريشن، قال لي لو البيزك كومبوننت بتاع السيستم ده هو فيهم حتى كومبوننت واحد بيتصرف نون لينير، خلاص حول لي كل السيستم اللي هو لنون لينير سيستم. التصنيف الرابع بيقول لي هل هي الفايبريشن بتاعتك ممكن نقول ان هي ديترمينستك او راندوم. ديترمينستك محسوبه او اقدر اتنبأ بيها. قال لي الديترمينستك فايبريشن دهيت لها شكل، لها باترن استابليشد، باترن ثابت، لها شكل معين متكرر. اوكي، زي عامله زي مثلا ايه؟ الساين ويف او الكوساين ويف. انما الراندوم فايبريشن لا، ده انا ما اقدرش اعمل بريدكشن لشكل السيجنال او الا عن طريق بقى الايه؟ الاحتمالات. احتمال تكون الامبليتود بتاع الفايبريشن عند مثلا الثانيه رقم 15 شكلها كذا او قيمتها ايه؟ كذا. انما في الديترمينستك لا، انا اقدر اعمل بريدكشن لكل السيجنال بتاع الفايبريشن، سواء امبليتود سواء ما يكون البارامتر الخاص بيها في اي لحظه زمنيه. على سبيل المثال ده شكل بيوضح لي الديترمينستك فايبريشن اللي هي عامله زي الساين ويف اهي. فبالتالي عند مثلا تايم سي مثلا زي هنا 2 من 1000 على سبيل المثال، اقدر اعرف الامبليتود بتاعي يكون كام وانا فين بالظبط.
تمام. انما بالنسبه للراندوم فايبريشن لا، ده معتمد بقى زي ما قلنا على الايه، على الاحتماليه اللي هي البروبابيليتي. طيب ممكن نعمل كلاسيفيكيشن مختلف عن كده كمان، اللي هو ان احنا نقول ده الفايبريشن بتاعتي هل هي سنجل ديجري اوف فريدم ولا وتحت السي ولا 2 ديجريز اوف فريدم ولا مالتي ديجريز اوف فريدم. ايه ده؟ يعني على حسب درجات الحريه، درجه حريه واحده بتتحرك في اتجاه واحد ولا اتجاهين اكس وواي ولا اكس وواي وزد ولا حتى بتعمل لي روتيشن كمان حوالين المحاور. وتحت كل كلاسيفيكيشن من دولي او كل ديجريز اوف فريدم من دولي ممكن تكون فري او فورسد، ممكن تكون دامبت او اندامبت، ممكن تكون ديترمينستك او اندترمينستك او راندوم، ممكن تكون لينير او نون لينير. اوكي، فده التقسيم مختلف لاشكال الفايبريشن. ممكن نعمل كلاسيفيكيشن كمان مختلف اللي هو باتجاه الفايبريشن نفسها، هل الفايبريشن في اتجاه اللونجيتودينال فايبريشن، يعني ايه؟ زي مثلا بيم او زي مثلا كتله في سوسته بتتحرك راسيا، انا شديتها تحت والحركه بتاعتها اتجاه الفايبريشن في اتجاه السنتر لاين او الاكسس بتاع الايه، بتاع السيستم اللي هو اللونجيتودينال فايبريشن، او هل بتعمل لي ترانسفيرس فايبريشن. قال لي في الحاله دي ده الكتله اللي عندي بتتحرك عرضيا حوالين الاكسس يمين وشمال رايحه جايه حوالين الايه، الاكسس، ولا بتعمل لي روتيشن. يعني هنا كأن بتعمل لي انجل اوف سيتا، انجل اوف تويست حوالين الايه، حوالين المحور بتاعي زي الشكل اللي قدامي الواضح في الايه، في الشكل ده. طب ايه هي الكومبوننت بتاع اي فايبريتوري سيستم؟ ما احنا بنقول اي سيستم عندنا هنعمل له موديل، والموديل ده هنجيب الايكويشن اوف موشن بتاعته زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. قال لي اي فايبريتوري سيستم بيتكون من اربع كومبوننت اساسيين. اول حاجه means of for storage potential energy. ده انا عايز وسيله لتخزين طاقه الوضع. قال لي ده هي بتبقى ايه، السبرينج او الالاستيستي. لو انا عندي بار الالاستيك بتاعته، الالاستيستي بتاع البار ده مثلا لو متعلق فيه كتله. تاني بوينت او تاني كومبوننت حاجه تخزن لي الكاينتيك انرجي زي ايه، زي الكتله تمام، او الانرشيا بتاع الكتله او الناتجه عن جسم معين. تالت حاجة، حاجة تعمل لي انرجي لوست. ده اللي هو زي الدمبر اللي هو بيفقد لي حاجة تساعدني اني فقد الطاقة عشان تقلل لي الامبليتود بتاع الفايبريشن تخليها تتلاشى مع مرور الزمن. الحاجة الرابعة اللي هو اكزايتيشن او الاكسترنال فورس، السيستم اكزايتيشن او الاكسترنال فورس اللي هي بتحافظ لي ان السيستم يبقى فايبراتوري على طول، زي مثلا ما قلنا ايه، احزمه التخسيس. ما انا مش عايز الفايبريشن تقف، لا، يبقى لازم في حاجه تخلي لي زي فورس كده، سواء بقى عن طريق اللي هو التحويل الكهرباء الميكانيكال فورس، تخلي لي ان هو في حاله اهتزاز دايم. تمام، يبقى الاربعه كومبوننت بتاع اي فايبريتوري سيستم في موجود، يا اما وسيله لتخزين الطاقه الحركه، طاقه الوضع، وسيله لتخزين طاقه الحركه للكاينتيك انرجي، وسيله لفقد الطاقه اللي هي الدمبر، وسيله او اكسترنال فورس الابلايد فورس عشان تخلي لي السيستم فيه الفايبريشن على طول. قال لي طب تعالى نشوف كده بالنسبه للسيستمز اللي عندنا. طب ما انا عندي ترانزليشنال موشن، ده هو الحركه خطيه او انتقاليه، ده ممكن يعملها السبرينج، سبرينج متعلق فيه كتلة، ده ممكن يتحرك لي يخلي لي الكتلة تتحرك حركة خطية، تمام؟ فبنقول بالنسبة للسبرينج الفورس اللي فيه بتساوي الاف بتساوي الكي في الاكس. طب اللي حيث ايه بقى؟ الفودي الاف هي الفورس، الكي هي الاستفنس بتاع السبرينج، والاكس هي الديسبليسمنت اللي بيعملها السبرينج، مقدار الاستطالة أو مقدار الانضغاط اللي بيحصل فيه. قال لي مش انت بتقول لي البوتنشال انرجي بتتخزن في السبرينج او الالاستيك الاستيسي بتاع بار مثلا؟ قال لي يبقى البوتنشال انرجي، ما هي البوتنشال اي انرجي تكامل فورس بالنسبه للديسبليسمنت. فيبقى البوتنشال انرجي اللي بنرمز لها بالرمز يو هتساوي التكامل بتاع الفورس دي اكس. طب ما انا عندي الفورس بتساوي الكي في الاكس، تمام؟ يبقى التكامل بتاع الكي اكس دي اكس يعني هتساوي نص كي اكس سكوير. فده البوتنشال انرجي اللي بتتخزن في السبرينج. طب بالنسبه للماس، ده بالنسبه للحركه الخطيه بتاع الكتله. طب ما هو الماس هتتحرك بعجله، طب خلاص يبقى كده انا عندي
الكتله دهية هتتحرك بعجله اللي هي باكسلريشن، يبقى الفورس الناتج عن الانيرشيا بتاع الماس او الفورس اللي ناتج عن الماس هتساوي ام في اكس دبل دوت الكتله في العجله، زي ما قانون نيوتن الثاني بيقول. اوكي، طب بالتالي يبقى الكاينتيك انرجي، ما الماس هي اللي فيها الحركه، هي اللي بتديني الحركه. تمام، قال لي خلاص هنا يبقى الكاينتيك انرجي هتساوي التكامل بتاع الفورس دي اكس، يعني هتساوي التكامل بتاع الفورس دي اكس باي دي تي مضروبه في الدي تي، ضربت في دي تي وقسمت على الدي تي، ما عملتش حاجه. ايه ده؟ طب ما هو الدي اكس على الدي تي، ده ديت الفيلوسيتي، تفاضل الديسبيسمنت بيديني الفيلوسيتي، يبقى التكامل بتاع الفورس في الفي باي دي تي. اوكي، طب ما هي الفورس انت بتقول عباره عن ماس في اكسلريشن، تمام، يعني الفورس في الدي في باي دي تي مضروبه في الفي دي تي، تمام، يبقى الدي تي هتروح مع بعضها ويتبقى لي الام في الفي دي في، والام اصلا الكتله عباره عن كونستانت فخرجتها بره، يبقى التكامل بتاع الام مضروبه في التكامل بتاع الفي دي في، يعني في النهايه هتبقى نص ام في سكوير او نص ام اكس دوت سكوير، على اساس ان احنا بنقول الفلوستي هي التفاضل بتاع الايه الديسبيسمنت اللي هي الايه الاكس دوت بتساوي الفي يعني. اوكي، فكده انا جبت الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي، الكاينتيك انرجي اللي كانت موجوده في السبرينج والبوتنشال انرجي اللي ما كانت موجوده في كتله بتتحرك حركه خطيه افقيا. بس لو الكتله دي بتتحرك راسيا ده ليها طاقه وضع كمان. قال لي طب طاقه الوضع بالنسبه للكتله اللي بتتحرك راسيا، قال لي ده هنا لو انا عندي الفورس ده هي بتتحرك راسيا في اتجاه الواي، تمام، يبقى الفورس بتاع الوزن بتاعها الويت الام في الجي، والفورس ده هي لازم تساوي الام في الجي. قال لي هنا اهوت يبقى البوتنشال انرجي بتساوي التكامل بتاع الفورس بالنسبه للواي، لان انا دلوقتي بتحرك في الاتجاه الراسي، تمام، الفورس اللي هي الام في الجي، تمام، دي واي، يبقى هتساوي الام جي واي، او زي ما احنا بنقول ايه التكامل بتاع مجدي بيساوي مجدي. اوكي، طيب هنا بالنسبة للدمبر، قال لي ده الدمبر ده بيبقى مرتبط بالسرعة بتاع السل موجودة في السيستم، يعني الفورس بتاع الدمبر بتساوي السي اللي هو بيسميه الدامبنج كوفيشنت مضروب في الفلوستي اللي هي الاكس ايه؟ الاكس دوت. اوكي؟ طيب لو كانت الحركة دورانية، كل ده بالنسبة للحركة الدورانية، قال لي هي نفس القوانين، بس بدل ما كنت بتحرك حركة خطية بسميها اكس، ده انا هتحرك حركة زاوية انجولار موشن اللي انا هسميها الفا، بدل ما كنت شغال على الفورس، لا ده انا هنا هشتغل على تورك، بدل ما كنت بقول السبرينج كونستانت اللي هو اللي السوستة اللي الستيفنس بتاعها اسمه كي، قال لي ده هوت الستيفنس هسميه كي تي او كيو، اللي هو هيبقى روتيشنال سبرينج، اللي هو عامل زي الزومبورك او اللي احنا بنسميه الزومبورك اللي هو بتاع لعب الاطفال اللي كانت ايه باليد كده تملاها وايه وتتحرك يعني. وكذلك بالنسبه للايه للترمات الثانيه هنلاقي كلها تقريبا كل حاجه لها مقابل بين الترانزليشن والروتيشنال ايه فايبريشن. طيب بس المشكله ان السيستم ممكن يكون في عندي مش هنقول اكتر من كتله، على اساس ان احنا بنبدا بالحاله البسيطه هي كتله واحده، بس ممكن يكون في عندي اكتر من سبرينج، والسبرينج ازاي ممكن تكون متوصله يا اما ان بارالل على التوازي او ان سيريز على التوالي. طب ما هو بالتالي ما انا عايز ابسط السيستم بتاعي واجيب الايكويفالنت سبرينج بتاع الكلام ده عشان اقدر اجيب الايكويشن اوف موشن زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. قال لي في حاله البارالل سبرينجز، يعني عندك السبرينج اسمه الستيفنس بتاعته كي 1 وسبرينج ثاني اسمه الستيفنس بتاعته كي 2، لما لغايه السبرينج اللي ان عددهم ان فالستيفنس بتاعته كي ان، وعايز اشيل كل دولي واحط بدلهم واحد يبقى بالكي ايكويفالنت لدولي. قال لي مش انت هنا شغالين الكتله بتاعتك هتنزل في اتجاه اكس بمقدار مثلا ديفورميشن معين، الديفورميشن ده اهو هيكون انا عامل لها جايدنس بحيث انها تتحرك كل السبرنجات هيتشدوا بنفس النسبه. يعني الدلتا الكليه هتساوي دلتا واحد هتساوي دلتا اتنين هتساوي دلتا ان، اللي هي الديفورميشن اللي حاصله في كل سبرنج على ايه؟ على حد، او سميتها دلتا سميتها اكس مفيش اي مشكله، اكس مثلا الكليه بتساوي اكس واحد بتساوي اكس اتنين بتساوي اكس ان مفيش مشكله. طب ما انا عندي التوتال فورس
اللي في السبرنجات ديت لازم تساوي التوتال فورس اللي هتكون في الايكويفالنت سبرنج. يعني الاف اللي عندك هتساوي الفورس في السبرنج الاولاني اف 1 زي الفورس اللي في السبرنج الثاني اف 2 زائد لما لغايه اف ايه؟ اف ان. طب ما احنا كنا من شويه يا شباب بنقول ان الفورس اللي موجوده في السبرنج بتساوي الكي في في الاكس او الكي في الدلتا للديسبيسمنت اللي حصل، تمام؟ يبقى انا بالتالي هنا اللي عندي اف توتال بتساوي الكي ايكوفيلنت في الدلتا، اف 1 ما هي بتساوي كي 1 في دلتا، اف 2 كي 2 في دلتا وهكذا. خلاص، طب عوض في المعادله الثانيه بتاع الفورسز دي، مش الفورس التوتال بتساوي السمشن اوف فورسز؟ يبقى كي ايكوفيلنت في دلتا هيساوي كي 1 دلتا 1 زائد كي 2 دلتا 2 وهكذا. طب ما انا عندي اصلا الدلتات متساويه، يبقى اقدر الغي الدلتات وبالتالي يبقى الكي ايكوفيلنت هتساوي كي 1 بلس كي 2 بلس لما الكي ان او السمشن من 1 لان للكي اي. تمام يا شباب؟ فده بس ده لو كانت الايه؟ السبرنجز ديت ايه؟ متوصله على التوازي، متوصله على التوازي يبقى لها نفس الديفورميشن. اوكي؟ طيب لو كانت السبرنجز متوصله على التوالي كلهم ورا بعض، ده هنا ما اضمنش ان الديفورميشن، هو الديفورميشن الكلي اكس، جزء من اكس هيبقى في السبرنج الاولاني وجزء من اكس هيبقى في السبرنج الثاني وجزء من اكس هيبقى في السبرنج ان، بس ما اضمنش ان هم متساويين، ده كل واحد على حسب الاستيفنس بتاعته. اوكي؟ قال لي في الحاله دي ده انا عندي الاف ايه ده؟ ما انت لو قطعت ده عامل زي الحبل، لو قطعت في اي منطقه الاف الكليه هتساوي في الاف اللي موجوده في السبرنج الاولاني هتساوي الاف اللي في السبرنج الثاني هتساوي الاف ان، تمام؟ بس زي ما قلنا الاكس هتساوي اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 او بمعنى اصح الدلتا هتساوي دلتا 1 زائد دلتا 2 زائد دلتا ان. قال لي هنرجع للمعادله بتاعتنا، مش الاف كانت بتساوي كي في الاكس او الكي في الدلتا؟ طب خلاص يبقى عندي الدلتا هتساوي الفورس على الكي، يبقى الدلتا ايكويفالنت هتساوي الفورس على الكي ايكويفالنت، الدلتا 1 هتساوي الفورس على كي اف 1 على كي 1، الدلتا 2 الديفورميشن اللي في السبرنج الثاني هيساوي الفورس اللي هي اف 2 على كي 2 وهكذا. طب عوض في المعادله الثانيه اللي هي بتاع الدلتات، يبقى انا عندي هنا اف على كي ايكويفالنت هتساوي اف 1 على كي 1 بلس اف 2 على كي 2 بلس وهكذا. طب ما انا عندي البسط كله اللي هو فيه الفورسز، ده انا كنت عندي المعادله بتقول لي ان الفورسز واحده في الكل، تمام؟ يبقى اذا 1 على كي ايكويفالنت هيساوي 1 على كي 1 بلس 1 على كي 2 بلس وهكذا، يعني نقدر نقول ان السمشن بتاع الاي من 1 لان ل 1 على كي اي هيجيب لي 1 على الكي ايكويفالنت بتاع الايه؟ السبرنجات دي. اوكي يا شباب؟ ده بالنسبه للسبرنجز ان بارلل وان سيريز. وهنا نلاحظ برضك نقطه في الان سيريز، ان هنا الفورس واحده والديفورميشن مختلف، البارلل الديفورميشن كانت واحده والفورس في السبرنجات ايه؟ مختلف. كاكزامبل مديني اربع سبرنجز ومديني شويه مطاليب، بيقول لي والله لو انا وصلتهم على البارلل يبقى الاستيفنس التوتال بتاعهم كام؟ طب لو وصلتهم ان سيريز ان بارلل يبقى جمعهم مع بعض، ان سيريز يبقى مجموع الايه؟ المقلوب بتاعهم، واحد على الايكويفالنت بيساوي واحد على ايه؟ كي 1 زائد واحد على كي 2 وهكذا، وشويه تشكيلات ليها يعني ايه؟ عشان الوقت السلايد طبعا بتبقى مرفوعه فمفيش اي ايه؟ اي مشكله فيها. تمام؟ مجرد تعويض مباشر في العلاقات زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا قدامنا هنا، يعني مثلا كي 1 و2 ان بارلل يبقى خلاص يبقى كي 1 زائد كي 2 خلاص جبنا. طيب كي 3 و4 بارلل يبقى مجموعهم هما الاثنين مفيش اي مشكله. طيب 1 و2 و3 ان بارلل يبقى مجموعهم اوكي. طب 1 و2 و3 اللي انا جبتهم ده هما مع 4 سيريز اللي هما كانوا ان بارلل مع بعض، القيمه اللي انا جبتها مع 4 سيريز يبقى 1 على كي 1 2 3 زائد 1 على كي 4 وهكذا بالنسبه لاي مطلوب. نيجي للبارت الثاني اللي هو الفايبريشن سورسز، ايه اسباب او اللي بتعمل لي فايبريشن؟ قال لي احنا بنتكلم بما اننا بنتكلم عن الميكانيكال فايبريشن، اي ماشين عندي عباره بتتكون من اجزاء بتتحرك بالنسبه لبعضها، طب ما هو نتيجه حركه الاجزاء ديت في ميكانيكال فورسز بين الايه؟ اثناء العمليه الحركه دي او اثناء النورمال اوبريشن زي ما بنسميه. طب بس في اوقات بيحصل تغير في الميكانيكال كونديشن
دي بتبقى مصدر للفايبريشن، زي مثلا تآكل نتيجة الاحتكاك ونتيجة الحركة بين الأجزاء، أو الانفايرومنت بتاع الاوبريشن حصل فيها تغير، درجة حرارة مثلا اتغيرت، أو ممكن نمثلها إيه، الكهرباء بتاع الموتور عليت أو قلت، تم ده هيأثر لي على سرعة الدوران، أثر لي على الفايبريشن اللي موجودة في الماكينة. أو لود فاريشن، زي ما احنا كنا بناخد مثلا في عمليات السباكة، اللي هو في عندي اللي هي الإيه البخبخة الغازية والرملية، فده يعتبر مسمية معدن مثلا، وفي مسمات في فراغات. طب ما هو انا لما اجي اقطع المعدن ده في الحتة اللي ما فيهاش معدن، اللي هي بتاع الفراغات اللي عاملة زي السفنج دي، تمام، الفرص بيحصل لها دروب وترجع كأنها اصطدمت تاني فكأنها عليت، فده اوبريتنج كونديشن برضك تعتبر كأنها ايه مختلفة، او لود فاريشن ايه مختلف ممكن يكون يسبب لي ايه فايبريشن. تمام. قال لي طب ما احنا بنتكلم دايما عن الماشينري والداينامكس بتاعتها، طب ما هي الماكينات يا اما فيها اجزاء دوارة روتيتنج ماشينري معتمدة على دوران الاجزاء، او ريسبروكيتنج او لينير موشن ماشينري، ماكينات او اجزاء بتعمل لي حركة الايه ترددية او خطية، زي حركة البساتم مثلا بتاع محرك العربية، بتاع الموتور بتاع العربية. اوكي شباب، طيب تعالى كده بالنسبة روتيتنج ماشينري، ايه السورس بتاع الفايبريشن اللي فيها؟ والله ده بقول الروتيتنج ماشينري هي ايه عامه، ده حاجه بتدور بتعمل لي رولينج كانها بتلف حوالين محور معين، زي الايه زي رومان البري البلي اللي هو البيرنج، الامبلرز، الروتورز، تم ديت ما هي بتدور حوالين محور معين، زي عجله العربيه ما هي بتعمل لي روتيشن. طب ايه الفايبريشن بقى بتاع السورس هنا، او ممكن يجي الفايبريشن من ايه؟ روتور امبالانس. يعني عجلة العربية تلاقيها كده يقول لك ده انا هرصصها عشان اوزن الايه العجلة عشان تدور العجلة ما ايه ما يبقاش فيها اهتزاز. تمام. او فلو انستابيليتي والاوبريتنج كونديشن، مثلا تيوبز مثلا فيها سريان لمائع على سبيل المثال، وحصل تربلنت فلو، فبالتالي ده بيبقى مصدر الفايبريشن، حنفيه وانت بتفتحها كده تلاقيها زنت مره واحده نتيجه التربلنت فلو. ميكانيكال موشن والفورسز، نتيجه لتغير الميكانيكال فورسز والموشن بتاع البارتس بتاع الماشين، ده ممكن تكون سبب في الايه في الفايبريشن نتيجه وير مثلا حصل بين الاجزاء المختلفه. طب بالنسبه للريسبريكيتنج او اللينير موشن ماشينري، قال لي ده هي تبقى بتعمل لي حركه خطيه او تردديه، زي قلنا زي الايه زي البيستونز بتاع الايه بتاع الموتور بتاع العربيه، ده اصلا الحركه ده هي نفسها. طب وانا عندي طول الذراع بيتغير، ماشي، اللي هو طول المشوار زي ما هناخد او زي ما خدتم في الميكانيزمات بيتغير اثناء الحركه نفسها، فبالتالي الطول متغير. طب ما هو ده يبقى الفورسز متغيره، يبقى بالتالي ممكن ده سورس للايه للفايبريشن. اوكي. طيب حاجه ثانيه، فبيقول لي الفايبريشن بروفايل ممكن جنريتد من ريسبريكيتنج موشن نفسها او تغير الايه الفورسز اللي عندك. طيب ازاي نعمل بقى كنترول على الفايبريشن؟ قال لي الميثودز اوف فايبريشن كنترول ممكن نجمعها في ثلاثة كاتيجوري، ثلاثة تايتلز أساسيين ممكن يكون وتحتهم بعض الإيه السب تايتلز. أول حاجة ريدكشن للسورس، والله أنا عندي في سبب للفايبريشن من حاجة معينة، أعمل ريدكشن للسورس، أعالج ده بمعنى أصح. زي إيه مثلا؟ عجلة العربية مفيش اتزان، خلاص ما أرصصها أعمل لها اتزان، لا إحنا بنعمل بالانسنج للموفينج ماسز. تمام. او مثلا لو كان ماجنتيك فورسز او ماجنتيك فيلد اعمل بالانس له بحيث الدوران يكون ايه منتظم. لو كان الكليرنس فيه مشكله نتيجه التاكل ان انا اظبط الكليرنس ده هو. تمام. كنترول اوف كلير، يبقى انا كده بايه بلغي او بقلل الفايبريشن من المنبع بتاعها من السورس نفسه. طب ما قدرتش اتحكم ولسه قيمه الفايبريشن كبيره، قال لي اعمل ايزوليشن. ايزوليشن يعني ايه؟ عزل. والله ده انا عندي ماكينه هي اللي عامله لي المشكله في المصنع بتاعي، يبقى اعزل الماكينه وبقيه الماكينات شغاله عادي. طب لو انا عندي الماكينات انا في مصنع او ورشه تصنيع، فالماكينات كلها عامله دوشه وفايبريشن، وفي جهاز انا بستخدمه عشان ضبط الجوده ان انا اقيس ابعاد المنتجات وبدقه عاليه، يبقى انا عازل السنستيف اكويبمنت دهوت بس، وبقيه الماكينات خلاص ما فيش فيها اي مشكله.
تمام. يبقى الايزوليشن او العزل بيتم على بتو تكنيكس، يا يعني اما عزل المنبع نفسه المكنه لو هي واحده بتاثر لها على الكل هتاثر لها على الكل، او عزل الحاجه اللي انا خايف عليها لو الحاجه اللي انا خايف عليها هي دي بس اللي فيها المشكله والباقي مفيش مشكله بالنسبه لي بالنسبه لوجود الفايبريشن فيه. طيب لو انا ما قدرتش اعمل ده يبقى ريدكشن للريسبونس. اه بدل ما قيمه الفايبريشن الامبليتيود بتاعها سي مثلا هضرب ارقام مش منطقيه شويه 5 سنتي او لا، ده يبقى انا عايز اقللها ل 5 مللي او 2 مللي بس بحيث ان ايه يقلل لي الامبليتيود بتاع الفايبريشن فيقل ايه فيقل الاحساس بيه. قال لي ودهوت بنعمله عن طريق ان احنا نعمل التريشن للناتشرال فريكوانسي. قلنا الناتشرال فريكوانسي بتاعتنا اللي هي التردد الطبيعي بتاع الجسم لو ما فيش فرصه بتاثر عليه ايه خارجيه وبتردد تحت تاثير ايه نفسه يعني تمام، او بيهتز تحت تاثير نفسه. بعمل تعديل للناتشرال فريكوانسي بحيث ان انا ابعد يا اما الرينج بتاعها او ازود الرينج بتاعها بحيث ان انا ابعدها عن الايه المؤثر تردد بتاع المؤثر الخارجي عشان ابعد عن حاله الرنين اللي هو بيديني الماكسيمم امبليتيودز بتاع الفايبريشن. او بعمل حاجه اسمها انرجي ديسيبيشن اللي هو استخدام الدمبر، ان انت خدت المطب ما انا بعمل ايه الدمبر ده بيمتص لي او بيفقد لي الانرجي بتاع الايه الاهتزاز فبالتالي بتتلاشى. او حاجه بيسميها الايه الاكزيلاري ماس او الكتله الايه المساعده، ودي ان شاء الله رب العالمين يعني ممكن نشوفها بعد ما ناخد ال 2 ديجريز اوف فريدم سيستم. طيب بعد كده النقطه ازاي اعمل اناليسز للاستراكشر بتاع الفايبريشن. يبقى احنا عرفنا السورس بتاع الفايبريشن، الكلاسيفيكيشن السورسز بتاع الفايبريشن، الكنترول بتاع الفايبريشن، ازاي بقى اعمل الاناليسز بتاع الفايبريشن. قال لي احنا بنعمل الاناليسز بتاع الفايبريشن دهوت عشان نعمل بريدكشن للناتشرال فريكوانسيز بتاع السيستم عشان ابعد بالسيستم بتاعي عن حاله الريزونانس بتاع الايه بتاع الفايبريشن. هبعد بحاله عن حاله الريزونانس ليه؟ عشان قلنا ده عند الريزونانس الماكسيمم امبليتيودز بتاع الايه بتاع الفايبريشن اللي هي ممكن تؤدي لي للانهيار الايه السيستم نفسه. طب قال لي عشان نعمل الاناليسز بنعمله على 3 مراحل. ايه هما؟ المرحله الاولانيه ان احنا ديفايس ماثيماتيكال اور فيزيكال موديل للاستراكشر اللي انا عايز احلله. اه ده الاستراكشر اللي عندي ده سواء كان ماكينه سواء كان عربيه سواء كان اي حاجه مبنى مثلا، ده انا بعمله وببسطه في صوره الكومبوننت الاساسيه بتاع الفايبريشن اللي احنا قلنا عليهم اللي هم ايه سبرينج وماس ودمبر وفورس. ببسطه المجموعه من السبرنجات والماسز والدمبرز والايه والفورسز اللي بتاثر على السيستم. خلاص بسطته في شكل فيزيكال موديل اللي هو بالبيزك كومبوننت بتاع الفايبريشن. ادخل على المرحله الثانيه السكند ستيج ان انا اجيب الايكويشن اوف موشن المعادله بتاع الحركه، المعادله اللي بتحكم لي الحركه بتاع السيستم او الاداء بتاع السيستم ده. جبت معادله الحركه اتنقل للخطوه الثالثه ان احنا نعمل ايفالويشن للاستراكشر ريسبونس لشكل السيجنال او الريسبونس بتاع الايه بتاع السيستم بناء على اكسايتيشن سبيسيفيك اكسايتيشن هطبقه ايه هطبقه عليه بحيث ان انا اشوف شكل السيجنال بتاع السيستم واقدر اتنبأ بقى بايه بالفريكوانسي بتاع السيستم بالامبليتود بتاع الفايبريشن كل البارامتر اللي انا ممكن ايه احتاجها في حاله الايه عشان اعمل كنترول على السيستم بتاعي. قال لي طب تعالى نعمل الحاله الاولانيه زي ما احنا بسطناها قلنا بنتحول اي سيستم لفيزيكال موديل. الفيزيكال موديل ده هو بيبقى مجموعه من السبرنجات والماسز والفورسز والدمبرز تمام. ده هو زي ما احنا بنقول ايه اللي بيعتبر كمين للكوفيشنت اوف ايكويشن اوف موشن اللي عندنا. تعالى كده نضرب امثله. فبيقول لي مثلا عندي المدخنه دهيت، اه ده المدخنه دهيت اعتبرتها كانها 4 ماسز مختلفين كتله رقم 1 2 3 4. طب ايه اللي بيوصل واحد بالجراوند؟ اه ده هنا كان في سبرينج بين الايه الكتله رقم 1 والارض، ال 1 و2 يتوصلوا مع بعض بسبرينج. ده ماثيماتيكال موديل انا عامله كتبسيط للايه للمدخنه عشان اشوف الفايبريشن بتاعتها تحت تاثير مثلا الرياح تحت تاثير لود خارجي يعني على سبيل المثال. طب مثلا حاجه زي ماكينه زي المخرطه مثلا اللي احنا خدناها في الانتاج، اه ده انا هنا ممكن اعتبر ان هي زي بيم وعليه كتلتين، الهيد ستوك اللي هو صندوق التروس بالميكانيزمات اللي موجوده ديت كلها كانها كتله، والتيل ستوك اللي هو
الغراب المتحرك زي ما بنسميه كانه كتله ومتوصله على الارض بالاستراكشر بتاعه او بالفريم اللي احنا اعتبرناه كانه ايه سبرنجات هتوصل لي الكتل ديت بالايه او البيم اللي شايل الكتل دي بالارض. كده عملت سمبليفايد للسيستم اللي عندي وابدا ادرسه تمام. او زي مثلا ده جسم الانسان ده معتبر الراس الهيد كانها كتله ومعتبر الرقبه كانها سبرنج ودمبر. الجزء بتاع سوري الجزء بتاع الصدر معتبره ان هو كتله واليد الارم كتله في النهايه كده وبينهم بيوصل لي كاين سبرنج ودمبر. ده جزء اكزامبل مبسط او موديل مبسط لجسم الايه الانسان. طب دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان احنا نجيب بقى الايه الايكويشن اوف موشن للموديل اللي انا حطيته. قال لي بنجيبه عن طريق ايه؟ يا اما نرسم الفري بودي دايجرام ونشوف الفورسز ونعمل الاتزان بتاعنا او عن طريق الايه الانرجي ميثود، ودي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل ابتداء من المره الايه الجايه اللي هو الايه ازاي نحسب بقى الايه الايكويشن او نستنتج الايكويشن اوف موشن، لان ده هو يعتبر الاساس اللي بناء عليه بنكمل بقيه الحل. المرحله الثالثه اللي هي ان نشوف الاكسايتيشن او الريسبونس بتاع الاكسايتيشن اللي عندنا، ان احنا نحسب بقى ايه البارامترز بتاعتي. ناتشرال فريكوانسي بتاع السيستم هتبقى ايه؟ ممكن تكون ناتشرال فريكوانسي واحده او مالتي ناتشرال فريكوانسي على حسب ديجريز اوف ايه اوف فريدم تمام. الريسبونس اللي هو شكل السيجنال نفسها، هل السيجنال بتاعتي ستيبل ولا لا، هل اللي هي بارامترز ايه مختلفه. ده اللي هي المرحله الثالثه والاخيره. وبكده يبقى خلصنا المحاضره بتاعتنا او الانترودكشن للميكانيكال فايبريشن، المحاضره الكامله او الشابتر الاولاني تمام. اتعرفنا النهارده على الكلاسيفيكيشن بتاع الفايبريشن، بعد كده السورسز بتاع الفايبريشن، ازاي نعمل كنترول للفايبريشن، ومراحل او خطوات تحليل الاناليسز بتاع الايه بتاع الفايبريشن. ان شاء الله نكمل المحاضرات القادمه، نكمل موضوعنا ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.